أوضح مدير عام جمرك جديدة عرعر سليمان السلامة أن التنسيق الجيد مع كافة الإدارات الحكومية المعنية والتي تشارك في الحج سهلت عملية دخول الحجاج بكل يسر وسهولة عبر المنفذ. التنسيق الجيد مع كافة الإدارات الحكومية المعنية التي تشارك في الحج، وهذا بحد ذاته حقيقة سهلت العملية للتنسيق الجيد وتسخير كافة الإمكانيات الموجودة وإيجاد خطب وتسهيل الطرق وتسهيل عملية دخول الحجاج بكل يسر وسهولة. لا شك كانت هذه دعم قوي لنا تجاه سمو أمير المنطقة، ما في شك هناك توجيهات معالي مدير عمل الجمارك والدعم جمرك جديدة عرعر بأفضل الأجهزة المتقدم في عملية الفحص الحافلات. كما هو معروف الحافلات كانت تستغرق قبل وجود الأجهزة المتقدمة للحافلات 4 أو 3 أو 5 ساعات عملية الفك والربط، الآن والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تستغرق الحافلة دقائق معدودة، وهذه الفترة الزمنية بحد ذاتها تعتبر تسهيل وتبسيط في عملية خدمة الحاج.